مرحبا، معكم منال العالم. اليوم حقدم لكم ساندويش كتير طيب. حنعمل ساندويش جودة من فريكو تشيز مع البسترمة. خلينا نشوف مع بعض الخطوات. المقادير أو المكونات اللي هحتاجها: جبن جودة من فريكو مبروشة، رغيف خبز، بسترمة، شرائح طماطم، زيت زيتون. أعزائي، وصفة الساندويشة كتير بسيطة وسهلة. هحتاج رغيف من الخبز العربي، هخليه قدامي بس على الكاونتر وأمسحه بطبقة خفيفة من زيت الزيتون، بيعطيه طعم كتير طيب بهذا الشكل. وحبتدي أوزع كمية من جبن جودة فريكو. وأوزع شرائح من البسترمة. طعم البسترمة مع الجبنة حيبقى كتير لذيذ، وتقديم جديد هيك طعم كتير. احنا بنحب البسترمة، لما حنقدمها مع جبن جودة من فريكو حتبقى كتير رائعة. نحط قطعة كمان. حوزع برضو كمية من الجبن. شرائح الطماطم. وكمية جبن جودة من فريكو. الطبقة الثانية من الرغيف حمسحها برضو بزيت الزيتون وأحطها فوق الجبن. الساندويش هلأ صار عندي جاهز، بقدر أحطه في الشواية. نقفلها بهذا الشكل وأسيبه لبضع دقائق لغاية ما يأخذ اللون الذهبي الجميل. ساندويشة جبنة جودة من فريكو بالبسترمة أصبحت عندي جاهزة. طبعاً بقدمها سخنة طيبة مقرمشة، لأنه طعمها كتير بيبقى حلو لما تكون الجبنة سايحة ودايبة، وبتنسجم كتير مع طعم البسترمة. ساندويشة جبن جودة من فريكو بالبسترمة صنف كتير جديد ولطيف وطعم مختلف. حاب إنكم تجربوه وتستمتعوا فيه مع عائلتكم وأصدقائكم، ودائماً اتقضوا أطيب اللحظات مع أطيب السندويشات من منال العالم وجبن فريكو. وأنا حكون معاكم في فيديوهات تانية فيها وصفات طيبة لأطيب سندويشات من فريكو.